عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رواد النجاح. إحنا اليوم معاكم من مركز كابول للتجارة والاستيراد والتوزيع، ومعانا السيد نور عالم. أهلا بك سيد نور. السلام عليكم ورحمة الله، يرحبكم في محلنا. حضرتك أهلا وسهلا. أهلا بك سيد نور. ممكن تكلمنا عن نفسك وتقولنا إزاي ابتديت فكرة مشروعك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اسمي نور عالم ومن أصل أفغاني، وجيت تقريبا عام 1997 للإمارات. من زمان في الإمارات؟ تقريبا فوق 23 سنة 24 سنة. فمن بداية بدأت في المشروع ألعاب. كنت في البداية يعني أول ما ابتديت في الألعاب والبلايستيشن. في الألعاب بلايستيشن هذاك الزمان موجودات ألعاب غيره كنينتندو 64 والموجود ككمبيوتر كمادور وهذا أشياء. بعدين شوي شوي تطور نفس التقنية الحين تطور، فهذاك وقت تطور تقنية شوي شوي. ففي خلال 2000 دخلنا في الموضوع البلايستيشن، بلايستيشن 1 نزلت كهذا كشكل يعني ثورة في الألعاب. فمحبينهم كثرت. ليش؟ في البداية الناس هذاك زمان يحبون هوايات برا، يعني outdoors اللي يقولونهم، كسيارات كطيارات لاسلكي وهذا. لكن بعد شوي شوي تطور التقنية، فأنت حبيت تدخل في مجال الألعاب. في المجال الألعاب نعم. سيد نور، ممكن تكلمنا أكثر عن الخدمات والمنتجات اللي موجودة عندك حاليا؟ طبعا حاليا نحن نتعامل مع شركات السوني ومايكروسوفت، يعني هذا المعروف الحين في سوق الألعاب برودكتس مثل بلاي ستيشن. حاليا كأول زمان عندنا بلاي ستيشن 1، بعدين نزلت 2، بعدين نزلت 3، الحين نزلت بلاي ستيشن 4 مع تقنية حديثة 4K، يعني وضوح صورة وهذا أكثر. وانت بتوفر كل أنواع البلاي ستيشن؟ نعم الحمد لله، عندنا كل أنواع بلاي ستيشن، وعندنا إكس بوكس، وعندنا أكسسوارات حقهم، وعندنا جيمينج كيبورد مثل شركة ريزر، وعندنا سماعات أنواع مختلفة. كمان بتبيع الأكسسوارات بتاعت الكمبيوتر نعم، هذه الموجودات وهذه الخاص للجيمينج، الناس اللي بيحبون جيمينج. وفي نفس الوقت نحن عندنا كوكالة مع الكراسي، جيمينج كرسي دي إكس ريسر. فهذه الكراسي يعني الناس اللي يلعبون أكثر من 6-7 ساعات فترة طويلة ويحافظ على ظهرهم وهذا وهذا فيها. سيد نور، انا شايفه ان انت حاصل على جوائز كتير، كلمنا عن الجوائز اللي انت حصلت عليها. الحمد لله. اول شيء نشكر زبايننا، هذول السبب الرئيسي اللي خلينا معروف. فثانيا شكر للدولة الامارات، الموقع استراتيجية حق تجارة لاي شخص يدخل في الدولة ان شاء الله هو في نجاح، بس يكون اخلاص. من بداية أول شهادة اللي استلمت من شرطة قسم مطافي وهديل، نحن دفاع المدني هذاك وقت اشتركنا في بعض الفعاليات. وثانيا حصلت بعد الفترة لتعامل ويا شركة سوني خليج، هم شجعوني، وبعدين حصلت شهادة من فرنسا. طبعا كيومين هذا كشكل كونفرنس واتونيا شهاده، اتونيا هذه التروفيز، هذا التروفي الذهبيه نفس الشيء من فرنسا. بعدين نحن مشترك في الفعاليات الثانيه في داخل الدوله، مثل جامعه الامارات كليه تقنيه، فدائم في كل سنه مره مرتين هم يعطوني شهادات التقدير وشجعوني في هذا الشغل.
وخذوا المعلومة في المجال، ونحن اللي قدرنا لوسنا سوينا شيء وفي البلدية الآن ومجلس تنفيذي في الإمارات، هذه كلهم الحمد لله إن شاء الله دائما بالتوفيق. طيب سيد نور، كلمني أنت، يعني ما شاء الله عندك مميزات كتير، موفر خدمات كتير، كلمني إيه اللي بيميزك عن غيرك من باقي المنافسين؟ طبعا التجارة كل واحد بيسوي، لكن في التجارة أهم شيء إخلاص، وتقدم حق زباينك أحسن كواليتي، يعني يكون مخلص وياهم، ما يبيع شيء مضروب باسمه جديد. شو الواقع في البرودكت موجود، في الأغراض موجود، لازم أنت تخبر حق زباين هذا شيء، هذا من هذا الشركة وهذا كواليتي، لو هو يرضى بياخد، لو ما يرضى أنت أتي المعلومة سهة، فهذا الشيء سبب النجاح. انتوا عندكم مصداقيه ومنتجاتكم اصليه، منتجاتنا احنا كل التعامل ويا شركه سوني خليج ومايكروسوفت، يعني يحاول دايم يقدم حق زبايننا الخدمه، احسن خدمه واحسن منتجات. طبعا كنا من بدايات نحن كان عندنا تجارة عادية كداخل مدينة العين، فشوي شوي 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 الحين الحمد لله نشكر الله سبحانه وتعالى أول شيء. ثانيا من دولة الإمارات نفسنا قبل خبركم تون يوم أنت تحاول يعطوك الفرصة تقدم، هذا بحسب الإنسان نفسه، في الامتحان أنت تحاول زيادة تدرس زيادة تأخذ نتيجة زين، فنحن قبل أول شيء عندنا أشياء بسيطة، الحين شوي شوي حصلنا وكالات مال كراسي، وكالات مال شيء مال أكسسوارات مال كيبورد مال كمبيوتر، ونحن نحاول أكثر فأكثر مثلا يزيد الفروعنا، كأول عندي فرع واحد محل عادي من كابول، بعدين سوينا فرع ثاني سونيك، بعدين سويت فرع ثالث في أبوظبي، بعدين سويت مكتب جملة حق توصل كامل خليج وأفريقيا، يعني الحين عندنا كمفرد وجملة فيخدم بطريقتين، ونفس الشيء عندنا سيرفيس سنتر كصيانة، يعني أي شيء اللي مثلا الناس يخلص عليه ضمان ورنتي، فنحن يعني هو مو بخسران، نحن يقدر يخدم عندنا فني ويسوي تصليح حقهم، حتى لو 3 سنوات يروح عليه 4 سنوات، فهذا مستفيدين عليه، ومستقبل إن شاء الله بيزيد هذا فروعنا إن شاء الله تكون في كل الإمارات إن شاء الله. طيب سيد نور، قلنا مين هم شركائك في النجاح، يعني مين دعمك لغاية ما وصلت للنجاح اللي أنت فيه؟ طبعا أول شيء أخوي كان هو مهندس زراعة هون موجود في الإمارات قبل يجي هو، فهو تاني الفرصة اللي جيت إمارات، وثانيا أصدقائي كمواطنين زبايني، أنا دائم استشر ويا زباين، يعني إنسان واحد مو متكمل وممكن ذوق مالنا شيء خاص، لكن لو أسأل كل شخص يستشروني بأذواق مختلف، فأقدر يأخذ فكرة أحلى ويجيب الأشغراز اللي هم يريدون، مو بشيء اللي أنا يحب، أنا لازم يجيب شيء اللي زباين يريد، ففكرة من زباين هذا أهم شيء في التجارة، لازم تستشروا يوم شو جديد شو مو بجديد، ليش نحن كباي لكن هما كلاعب، فهدول خبرة أكثر عندهم من عندنا، هو يفهم شو نوع من لعبة، حق أي عمر يساعد، حق أي عمر ما يساعد، الألعاب مكتوب لكن في بعض الألعاب ممكن مو بزين حق صغير، مو بزين حق عمر ثاني، فنحن دائم في أي لعبة قبل ما يتوصل هنا يشيك
بروها فيديو كليبات مثلا يشوف يناسب حق الدولة ولا لا، ليش هنا ثقافة، كل أشياء لازم، مو فقط يبيع، لازم يشوف شو الثقافة إمارات يمشي ولا لا مع ناس إمارات اللي مثلا يحبونهم ولا لا. فهذا شيء أكثر شيء نحن يأخذ معلومات من زبائننا، وفي خاص أصدقائي خاص مثلا كم نفر وأسامي لو تقول بيقولهم يمكن نفرح، سيف الأزاني مثلا، سهيل خيلي، عندنا راشد نيادي، وعندنا عبدالله ميمي، هذيل الناس اللي بدأوا وياي من 97، وفي خالد الفلاسي، هذيل الناس دائم في كل الشغلة خطوة خطوة، يعني هذيل يعني أنا مديونهم، هذول في كل وقت قالوا لي هذا شيء زين وهذا لا وهذا بيمشي وهذا ما بيمشي، فهذا سبب نجاح كثير ويحفظني من خسائر وربحت أكثر. الله يحفظكم جميعا. طيب طبعا نشكر شيوخنا لأنهم كانوا الدعم الأساسي. طبعا هذا شيء أنا أشكر شيوخنا والله يرحمه والدنا الشيخ زايد وهو حكيم العرب وإمارات اللي الحين اليوم نحن نشوف هذا وجهه مع الإمارات، لوجه تسامح، وجه كرم، نعمة الأمن والأمان. يعني في أي بلد أنا سافرت كلهم وايد بلاد، يعني في الدنيا يمكن فقط يمكن ما بيقول لك ممكن فوق 100 بلد أنا سافرت، دول متطورة يعني أوروبا كلهم، أمريكا سافرت، كندا وأستراليا، كل ما خليت دولة اللي ما سافرت. الحمد لله هناك موجود أمن، لكن نامن أمان اللي هنا في الإمارات موجود أنا ما شفته في حياتي. والخدمات اللي شفته في الدوائر الحكومية ما في في أي دولة، يعني بدون تمييز ما يشوفك شو جنسيتك، أوراقك متكمل، شغلك في نفس الوقت يخلص. فهذا كله من توجيه شيوخنا، يعني هما دائم لو تشوف تكرارا أي كل يوم يشيكون شو الوضع إدارات الحكومي كيف تعامل. لو أنت يروح أي دائرة حكومي هناك فيه تقدر تقول هذا شو مستوى الإدارة، حر تقدر تأتيم جيد، تقدر تأتيم متوسط ولا. فهذا أنا أشكر من شيوخنا صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ خليفة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد. هذول من بركة هذول الدولة الإمارات الحين دولة مميزة في العالم، مو فقط مستوى خليج. يعني أنا أي مكان يسافر يوم يقول إمارات، حتى أنا أفغاني لكن هو يقول له إمارات يحترمني أكثر بالنسبة اسم إمارات، مقيم إمارات. سيد نور احنا سعدنا جدا بلقائنا معك وبنشكرك. اشكر من قنوات سماع العين وتشرفتوني، وصلتني وقدومكم هنا لمحلنا واعطيتني فرصه عشان اعطيك شوي معلومات اللي قدرت على زبائننا، ومشكور كثير علي، جزاكم الله خير. وزي ما ابتدينا الحكايه بقصه كفاح راح ننهيها بكلمه شكر لكل رواد النجاح. انتظرونا الحلقه القادمه.